نقف على الوضع والصورة الآن في معبر رفح، ومتى ستدخل هذه المساعدات الإنسانية؟ أطرح السؤال على مراسلنا أحمد حسين، ينضم إلينا من هناك من معبر رفح. ماذا لديك أحمد؟ نعم جمال، يعني الآن هناك استعدادات مكثفة لوصول السكرتير العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش أمام البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث من المنتظر أن يعقد مؤتمرا صحفيا يتحدث فيه عن آخر التحديثات وخطة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. منذ أمس وكنا قد رصدنا دخول معدات ثقيلة من الجانب المصري لإصلاح الطريق المتضرر على الجانب الفلسطيني، وحتى منذ فجر اليوم تزايدت أعداد هذه المعدات التي تنقل الرمال والحجارة يعني سد الحفر التي خلفها الاستهداف الصاروخي للمعبر 4 مرات خلال الأيام الماضية. حتى الآن علمنا أنه جرى اختيار نحو 30 شاحنة من الشاحنات التي أرسلتها منظمات المجتمع المدني المصرية، وتم تغيير وتنسيق محتويات هذه الشاحنات وفقا للأولويات التي حصلت عليها. نعم. هذه اسمح لي أحمد أن أشير إلى هذا الخبر الآن. أحمد، الأمم المتحدة تقول بأن أول دفعة للمساعدات ستدخل أو متوقع أن تدخل في اليومين المقبلين، بالتالي ربما غير متوقع أن تدخل أي مساعدات اليوم. لا، يعني حتى مساء الأمس كانت هناك تأكيدات من حتى مصادر داخل الهلال الأحمر المصري بأنه طلب منهم تجهيز 30 شاحنة للمساعدات الطبية، وحتى جميع الشاحنات التي كانت متواجدة في العريش والتي تحمل المساعدات الدولية التي جاءت من منظمة الصحة العالمية واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الهجرة الدولية، كل هذه المساعدات تحركت ليلة أمس بشكل كبير، نحو 200 شاحنة إضافية على نحو 130 شاحنة متواجدة هنا بالفعل تحركت ليلة أمس. حتى الآن يعني الصورة تبدو ضبابية بعض الشيء. كنا قد أكدنا بالأمس أن المعبر سيشهد عبور أول قافلة في هذا اليوم، وما زالت السلطات المصرية، يعني أنا أشاهد الآن المعدات الثقيلة تغادر المعبر يعني بعد ربما انتهاء عملية إصلاح الطريق التي كان يتم العمل عليها منذ يوم أمس. يعني المزيد من التفاصيل بالتأكيد ستتضح مع زيارة أو مع المؤتمر الصحفي الذي سيعقده غوتيريش، والذي ربما يدلي فيه بتفاصيل واضحة عن آلية وحجم حتى المساعدات التي ستدخل بشكل يومي. نعلم أن الولايات المتحدة أعلنت عن 20 شاحنة سوف تدخل، ومصر أعلنت أن فتح المعبر سيكون بشكل مستدام وفقا للاتفاق مع الولايات المتحدة، وهذا يعني استمرارية في دخول المساعدات بشكل يومي. تتبقى الآلية والموعد النهائي. كانت أيضا مصادر مصرية رفيعة المستوى قد ذكرت بالأمس وصرحت بالأمس في وسائل الإعلام المحلية بأن معبر رفح سيتم فتحه لدخول المساعدات اليوم، لذلك يعني الأنباء متضاربة بشكل كبير. نعم. وبالتأكيد ستتضح خلال يعني الساعات القليلة جدا القادمة. الأنباء متضاربة بالفعل. أحمد، طيب متى يصل الأمين العام للأمم المتحدة، ومتى متوقع أن يقوم بهذا المؤتمر الصحفي أيضا هناك؟ الأمين العام للأمم المتحدة وصل بالفعل إلى مطار العريش الدولي قبل نحو نصف ساعة. أتصور أنه في خلال نصف ساعة على الأكثر سيكون قد وصل إلى معبر رفح البري، نظرا أيضا للاستعدادات الأمنية المكثفة التي نشاهدها الآن. ومنذ دقائق بدأت التجهيزات والاستعدادات يعني انتظارا لوصوله. لا يرافق السيد غوتيريش أي من المسؤولين المصريين باستثناء محافظ شمال سيناء، حتى ممثلو المنظمات الدولية يعني لم يصل تأكيد بحضور أي منهم إلى هذا المعبر.
نعم، شكرا لك أحمد حسين مراسل العربي، نقلت لنا صورة من معبر رفح، بالتالي تضارب في المعلومات وفي المعطيات كما أفاد مراسلنا أحمد منذ قليل بشأن دخول هذه المساعدات الإنسانية والإغاثية.